يا حضرة الخبيرة في الجيوسياسية، أنا وإنتي فينا نعمل صلحة هون بين أربع حيطان، بس شوفي جيل المستقبل يلي حكيتي وبنيتي عليه آمال وكرماله طلعتي بالثورة صار مشتت أو خارج المدرسة أو خارج البلد، ويلي بقي انحرف بالفكر الإرهابي والتطرف، كيف بدك تصلحي كل هالشي هاد؟ ها؟ صحيح إنه أكترية السوريين تركوا البلد، وصحيح إنه أغلب العيال السورية أخذت ولادها وراحت تدور على مكان آمن لمستقبل آمن، بس بجد كل شي بيتصلح، كل شي بيتصلح لما بتصيروا تفكروا إنه البلد أهم من الكرسي، وإنه قيمة الإنسان السوري أهم من الشعارات الكاذبة ومن المقاومة الكاذبة يلي ما شفنا شي منها. ساعتها بجد بصدق نكون حريصين على مستقبل هدول الأطفال وحريصين على مستقبل البلد مثل ما نحن حريصين. نحن ما عملنا شي غير إنه قلنا لأ للدبابة. قام طلعت الدبابة ما بتسمع، دعست علينا ومشيت. تعرف يا سيادة المحقق هاي الدبابة على شو دعست كمان؟ وشو أخذت بطريقة؟ أخذت مدارس هدول الأطفال يلي أنت خايف هلأ على عقولهم شو عم ينزرع فيها. مو صحيح إنه في جيل كامل اتدمر بسبب الثورة، في أجيال كاملة اتدمرت بسبب النظام، أجيال ربيت على القمع والذل والخنوع، أجيال ترسخ براسها إنه مستحيل تنجح إلا إذا عظمت وبخرت ومجدت، ومستحيل تبرع إلا إذا ظهر عليها بوادر الخنوع والذل والتبعية.